لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. عند ذي العرش يعرضون عليه، يعلم الجهر والكلام الخفي. يوم نأتيه مثلما قال فردا، لم يذر فيه راشدا وغويا. رب إن تعف فالمعافاة ظني، أو تعاقب فلم تعاقب بريا. إن أؤاخذ بما اجترمت فإني سوف ألقى من العذاب قويا. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والرسول الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. وندوة الليلة تدور حول الحقوق المتعلقة بالتركة، ومعنا من الأساتذة العلماء الأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف. ويحضر معنا من قيادات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، والشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. أيها الأحباب، نبدأ حفلنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاء وأنزلنا إليكم نوراً
مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر
العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحباب، لقد جاء الدين ليضمن سعادة الدنيا والآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا هو منهج الإسلام، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. أيها الأحباب، وندوة الليلة عن الحقوق المتعلقة بالتركة، ونستمع في بداية هذا اللقاء إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بخير إلى يوم الدين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أسجل تحية
تقدير واحترام لكل السادة العاملين في وزارة الأوقاف. أسجل تحية تقدير واحترام لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الجهود الدعوية غير العادية التي تقوم بها الوزارة بكل أفرادها في كل مكان من أرض المعمورة المحروسة بفضل الله سبحانه وتعالى. مصرنا البلد الحبيب. الجمع الكريم، استمعنا من قارئنا المتميز قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ والخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى إلى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى شرح له صدره بدون دعاء. ويقول الحق تبارك وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فهذا هو سيدنا موسى عليه السلام، دعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نتحدث معا عن الحقوق المتعلقة بالتركة، ولكن أي حقوق؟ وعلى من تجب هذه الحقوق؟ ولمن هذه الحقوق؟ ولكن علينا أن نفكر أولا كيف نجمع هذه التركة، وما نوع هذه التركة التي يجب أن نتركها. أولا، يجب أن نترك الخير، أن نترك النتاج المنتج النافع، نترك العمل النافع للناس جميعا ولكل المخلوقات. لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أي نحن مأمورون بصناعة الحضارة، مأمورون بالبناء والتعمير. حتى وإن كان الإنسان أو الفرد غنيا فهو كذلك مأمور بالعمل. فكان سيدنا داود عليه السلام نبيا عليه السلام وملكا، ولكنه عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إذن العمل هدف رئيسي من أهداف خلقنا في الحياة، والعمل يجب أن يكون نافعا لنفسي ولغيري من البشر ومن كل المخلوقات. من هذا العمل أترك تركة، وفي الوقت نفسه من التركة كذلك هو أن أترك أولادا أو ذرية نافعة. فكما أنني مأمور بالكسب الحلال فيما أكسب في حياتي اليومية، مأمور بإتقان العمل، فأنا كذلك مأمور بحسن التربية للنفس وللأولاد وللذرية، مأمور بحسن التعامل مع كل خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور كلها من التركة. ولكننا
نتحدث اليوم عن التركة التي نتركها نحن. ولماذا نحن؟ لأننا ميتون، يعني لا يموت فقط من مات، ولكننا كذلك ميتون، ولكن علينا أن نعمل وكأننا نعيش أبدا، ونعمل على أننا قد نموت الآن أو بعد الآن. وهذه هي فلسفة الإسلام. فالتركة حين يموت الإنسان ويترك تركة، فهذه التركة فيها أربعة حقوق. الحق الأول للمتوفى، وهو عبارة عن تجهيزه وغسله وتكفينه وتدفينه والإنفاق على هذه الأمور، ولكن إنفاق بدون إسراف، إنفاق وسطي معتدل. فحق من يموت على الأحياء أن يجهزوه حتى يوارى أو يستر جسده، يستر جسده، لأن هذا الجسد هو الذي كان به أو الأداة التي كان بها يعبد الله سبحانه وتعالى ويعمر في الأرض ويصنع الحضارة. وبالتالي من حقه أو من أولى الحقوق في التركة هي تجهيز الميت وتكفينه وغسله ودفنه والإنفاق على هذه المراحل، ولكن دون إسراف أو تبذير. ويدخل في تجهيزه كذلك إذا كان في بلد يحتاج إلى نقله من هذا البلد إلى البلد التي سيدفن فيها، فكذلك تخرج هذه النفقة مما ترك. ويدخل فيها كذلك إذا لم يكن له مقبرة فيشترى له قبر كذلك. إذن هذا هو الحق الأول من الحقوق الأربعة الواجبة أو المتعلقة في التركة. ونلاحظ هنا حكمة بالغة، وهي الحفاظ على الآلة أو الأداة التي كان يعبد بها الإنسان الله سبحانه وتعالى ويعمر في الأرض، وهي الستر، ستره. الحق الثاني هو الواجب من التركة، هو قضاء الديون. والديون نوعان: دين لله سبحانه وتعالى، يعني في حق الله سبحانه وتعالى، مثل الزكاة والكفارة وغيرها من الديون التي تكون على الإنسان لله سبحانه وتعالى. والحق الثاني هو حقوق أو الدين المتعلق بالناس، سواء من خلال معاملات تجارية أو مخالف أو مشابه يعني، أو دين عن طريق الاقتراض وما إلى ذلك. طب السؤال: للميت حق فيما ترك، هو الحق الثاني هو قضاء الديون. وعرفنا ان الديون نوعين: ديون لله سبحانه وتعالى، وديون
للناس. إذن ما الدين الذي يجب أن يقدم أولا في السداد؟ دار الإفتاء المصرية تقول أن سداد ديون الناس مقدم على ديون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لكن العبد ليست لديه هذه الرحمة، ولكنه مأمور بالرحمة والعفو والصفح. إذن من الحقوق الواجبة أو المتعلقة بالتركة هي الحق الثاني، هو قضاء الديون، ديون الناس أولا ثم الديون لله سبحانه وتعالى من زكاة وما شابه. والحقيقة هنا حكمة، هي أن الإنسان حين يعمل في حياته لا يكون قلقا ولا خائفا أنه إذا عقد معاملات تجارية أو تداين أو ما شابه فهو لا يقلق، لأن شرع الله سبحانه وتعالى فرض على الأحياء أن يقضوا دينه من التركة. وفي الوقت نفسه الميسر على الناس ويقرضهم قرضا حسنا، فهو كذلك وهو يقرض أو وهو يبيع بالأجل وما إلى ذلك، فهو ضامن لحقه، لأن الشرع ضمن له حقه أنه سيأتيه بشكل الفرض عن طريق ما تركه الإنسان إذا توفاه الله سبحانه وتعالى. والحق الثالث، يعني أنا أذكر الحقوق الأربعة بترتيبها كما يجب، الحق الثالث هو الوصية. إذا كان المتوفى قد أوصى وصية في حدود الثلث فيجب الوفاء بهذه الوصية. والحق الرابع هو الميراث، يعني من لهم حق الميراث يرثون ما تبقى من الحقوق الثلاثة الأولى، وهي تجهيز الميت وتدفينه وتكفينه، كل ما يتعلق بستره. والحق الثاني هو قضاء الديون، سواء الديون للناس أو الديون المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. والحق الثالث هو تنفيذ الوصية، ونعرف أن الوصية في حدود الثلث فقط كما أمرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحق الرابع هو حق الورثة. والميراث نظام محكم بينه الشرع الحنيف حتى لا يقع أي نزاع، وحتى لا يستقوي القوي على الضعيف، ولكن بيّن الشرع الحنيف أن لكل فرد ممن لهم حق في الورثة أو نصيب في الورثة أو في التركة يأخذه بما قضى به الله سبحانه وتعالى. وآخر كلمة هي أن من يرث، الأقرباء فقط وصلة الرحم فقط، ولكن يرث كذلك الزوج أو الزوجة. لنرى حين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم
ومن آياته، يعني من آيات ربوبيته وكمال قدرته سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبسبب هذه الزوجية يرث الزوج أو الزوجة من تركة الزوج أو من تركة الزوجة. الشرع يحافظ علينا، مطلوب منا أن نفهمه الفهم الصحيح، ومطلوب منا أن نكثر من استغفارنا لله سبحانه وتعالى، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ دكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن الحقوق المتعلقة بالتركة. ونحن في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحباب، إن الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بالشرائع التي تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه الإنسان وعلاقته بالكون كله، ليتحقق في الأرض الحق والعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط، ويقول سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمود ربيع، مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نشكر القائمين على هذه المواسم الثقافية وعلى هذه الجهود المبذولة، واستكمالا لما بدأه أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر، بعون الله ومشيئته نتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركات من الجانب الفقهي. الله سبحانه وتعالى قد فرض الميراث. بداية، الميراث هو فريضة من الله وشرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك تقسيمه وتوزيعه واجب على العباد، ليس بمحض الرضا ولا بمحض الاستحباب أن يفعله الإنسان أو يتركه، إنما هو تشريع إلهي. لما؟ الآيات المحكمة القطعية التي تكفل المولى سبحانه وتعالى بتوزيعها. لذلك نجد الميراث
أو أحكام التركات أو علم الفرائض غالبه من الذي قسمه؟ المولى سبحانه وتعالى. فنجد في سورة النساء في 3 آيات، آيتين متتابعتين، قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعنى كلمة يوصيكم أي يعهد إليكم ويفرض عليكم. لذلك في قوله تعالى واتلوا ما أوحي، في قوله تعالى عند ذكر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فيأتي يوصيكم الله بأن الوصية تأتي بمعنى العهد أو الفريضة. وفي ختام هذه الآية المولى سبحانه وتعالى يبين لنا شيئا مهم، فريضة من الله: إن الله كان عليما حكيما. وفي الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. وفي الآية الثالثة: يستفتونك في النساء، أي يستخبرونك ويطلبون منك الخبر في هذه الأمور. ثم يختم المولى سبحانه وتعالى ذلك: يبين الله لكم أن تضلوا. فنجد 3 آيات تبدأ بالوصية وتختم آية بالفريضة. الآية الثانية تبدأ ولكم، أي أمر مفروض عليكم، وتختم بوصية من الله. وفي الآية الثالثة: يريد الله لكم ألا تضلوا. لا يريد المولى سبحانه وتعالى أن يجعل عباده على ضلالة. فالميراث تشريع إلهي، ولذلك نجد في أحكام التركات والحقوق المتعلقة بالتركات أن المولى سبحانه وتعالى راعى ذلك التقسيم لحكم عظيمة وفوائد جليلة. منها أن الله سبحانه وتعالى قد راعى في علم الميراث وراعى في توزيع الميراث الضعفاء. تخيل لو أن الميراث يطرق للقوي أو لمن له سلطة أو للأكبر أو للمستقوي، ماذا سيكون الحال؟ لكن تجد الحكيم الخبير ساوى بين الأولاد جميعا، فالولد الكبير كالولد الصغير، من صحيح كالمريض، كلهم في الميراث سواء. لما؟ لأنهم أبناء لذلك الرجل أو إخوة لذلك الرجل، أو ينتسبون بنفس الدرجة ونفس المرتبة لذلك الرجل. إذن الله سبحانه وتعالى قد ساوى ورعى في ذلك العدالة. وأمر يبين مدى صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وفي كل المجالات أن أحكام الفقه الإسلامي لا تتوقف على الحياة، أحكام الفقه الإسلامي لا تتوقف على الحياة، بل ترتبط بالإنسان حتى بعد مماته، ومنه علم الميراث. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى قد راعى أن يساوي بين الناس جميعا، وراعى أن يعطي للضعفاء الحقوق، وعلى سبيل المثال النساء، يعني حقوق المرأة في الميراث. الناظر للفقه الإسلامي ولعلم الميراث يجد أن الأنصبة المذكورة في الآيات كلها للنساء، ما عدا الأب والجد وما عدا الإخوة لأم. ولعل السائل يقول: لما خصصت الأنصبة تحديدا للنساء؟ لألا أن يهضم حقهم من هو أكبر منهم أو أقوى منهم. ولذلك كان للنساء الحق محددا مخصوصا منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى للمرأة حقوق محددة، وإنما للرجال جعل لهم العصبة، أي يرثون ما يتبقى بعد أنصبة النساء. كذلك نجد في الحقوق المتعلقة بالتركات أن علم الميراث هو علم فرض كفاية، بمعنى يجب على جمع من المسلمين أن يتعلموا. ولما؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا الفرائض
وعلموها للناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وأول شيء ينزع من الأرض. وفي حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرئ مقبوض، والعلم يرفع، ويوشك أن يختلف اثنان في فريضة أو مسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. هذا يدل على فضل الميراث والمكانة العظيمة لعلم الميراث، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل به. الشيء الذي أريد أن أنوه عليه بعدما تكلم أستاذنا عن الأحكام أو الحقوق الأربعة المتعلقة بالتركات، شيء مهم. الحقوق الأربعة التي ذكرها أستاذنا الأستاذ الدكتور يوسف عامر أربعة: ما يتعلق بالميت، ما يتعلق بالديون، ما يتعلق بالوصايا، ما يتعلق بتوزيع التركة. شيء نأخذه للعبرة، وشيء نريد أن نطبقه ونعلمه للناس. كل من كان سببا في نماء التركة اعطي له الحق قبل الوفاة. مرة أخرى، كل من كان سببا في نماء التركة لإنسان اعطي له الحق. بمعنى لو زوجة كان لها راتب، أو كان لها دخل، أو أتى إليها مال عن طريق الإرث، وساهمت في تكوينك، ففي هذه الحالة ماذا يجب عليك؟ يجب عليك شيئا مهما، وهو أن تعطي لها ذلك الحق، ولا تجعل ذلك مرتبطا بالميراث. لو كان لك ابن أو أخ ساهم في تنمية التركة، يجب عليك أن تعطي لهم تلك الحقوق. والشيء الذي نختم به أن أحكام الميراث هي فريضة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما ختم الآيات قال: تلك حدود الله، أي فرائض من الله، وحقوق وحدود لا يجوز للإنسان أن يتعداها. فمن فرض الصلاة وجعل لها عدد ركعات فرض الميراث وجعل لها أنصبة محددة. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ثم في الآية التي تليها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وغضب الله عليه وله عذاب مهين. فالله سبحانه وتعالى قد أعد لمن يعصي الله في الميراث عذابا مهينا، وأن يكون مخلدا في نار جهنم لأنه امتنع عن ذلك الحق. أذكر حديثا للسيدة عائشة رضوان الله عليها فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، قالت: لما اشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له سبع دنانير أو ثمانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. وفي رواية: اخرجيها للصدقة. فسألني عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك؟ قلت: نعم. قال: ائتني بها. قال: فأتيت بها فوضعتها في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ظن محمد أن لقي الله وهذه عنده؟ أنفقيها. نفهم من ذلك أمرا، بأن التركات لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، بل يجب التعجيل بها، لأنها دين في الرقبة. أعظم أمر أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فما بالك أن يكون الميراث يؤخر بالسنوات الكثيرة؟ من الذي يضمن لك العمر؟ ومن الذي يضمن لك أن غيرك سيوفي بتلك الحقوق؟ إنما يجب على الإنسان أن يفك رقبته من هذه الحقوق، ويجب على الإنسان أن يؤدي الحقوق كما أمره المولى سبحانه وتعالى. تلك حدود الله، تلك حدود الله، فيجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك، ويجب على من كان في ذلك أن يبرئ ذمته بأن يعطي الحقوق لأصحابها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وأتوب إلى ربكم يرحمكم الله. عشنا أيها الأحباب مع هذه الكلمة
من فضيلة الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية عن الحقوق المتعلقة بالتركة. أيها الأحباب، يقول فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله: إن هذا الدين خالد، وهو بعقيدته وشريعته طريق الصلاح والنجاة للناس في دنياهم وأخراهم، وأن العالم مهما طال به الزمن وامتدت به الحياة لا يحتاج في صلاحه إلى شيء وراء الاستظلال بظل هذا الدين والعمل بمبادئه. ومن هنا استقر في الأذهان أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. أيها الأحباب، نختتم هذا الاحتفال بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. فالله يجزي، فالله يجزي، فالله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إلزم رضاك بما قسم، إلزم رضاك، إلزم رضاك بما قسم، تزدد بدنياك النعم، إلزم رضاك بما قسم، تزدد بدنياك النعم، إن السعادة في الرضا،
إن السعادة في الرضا، إن السعادة في الرضا، من يرضى حتما يغتنم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فين أحباب سيدنا النبي؟ صلى الله على إن السعادة في الرضا، من يرضى حتما يغتنم. فالله يعطي من يشاء بحكمة نعم الحكم، والله يمنع ما يشاء في منعه أيضا كرم. فالله يعطي من يشاء بحكمة نعم الحكم، والله يمنع ما يشاء في منعه أيضا كرم. رب العباد رحيمهم، رب العباد رحيمهم. ألا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فاجعل لسانك ذاكرا، فاجعل لسانك ذاكرا وقت الشفاء أو السقم، واحمد إلهك بالجنان، واحمد إلهك بالجنان. أعطاك أو حتى حرم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على إلهي. قد ضعفت وضاع عمري، وليل الشعر لا حبه النهار، وليل الشعر لا حبه النهار. وما قدمت من عمل ينجي، إذا ما الناس يوم الحشر حار، سوى التوحيد.
معتقدي وحبي لطه وحبي لطه من له المنن الكبار وما قدمت من عمل ينجي إذا ما الناس يوم الحشر حاروا سوى التوحيد معتقدي وحبي لطه من له المنن الكبار فقدر لي بفضلك حج بيت به طاف الملائك واستدار صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد فقدر لي بفضلك حج بيت به طاف الملائك به طاف الملائك واستداروا به تمحى عن العبد الخطايا ويحلو فيه للعاصية الذار متى نحظى به وأطوف سبعا وأرمل ساعيا وليقتدار الله الله لا إله إلا الله الله وأستشفي بزمزم من سقامي وأستشفي بزمزم من سقامي وتروي غلتي منها جرار في حجر إسماعيل فاسجد سجدة إبليس من أنوارها ينهار وتلبيتي على عرفات وتلبيتي على عرفات ينسي بحسن دويها أهل ودار الله الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام قد آتانا بالرسالة المظلل بالغمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم سيدي خير الأنام وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وحدان، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. الشكر لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ولقيادات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، دكتور سعيد حامد مبروك مدير عام الدعوة، الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة، الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، والشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام وخطيب المسجد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.